ب عام 2016 حنان خضر. شكرا لكم بكم كل شكرا إن شاء الله كلمة وكل شكرا من زي الزبون فيها وكل معايا هو الفنان الشاب السعودي حنونة بوسوار كيفك يا عمر؟ احكي لك شكل من الفانز هيك كنغريكم وان شاء الله يا ربي يكون كان شرفكم دائما. طبعا انا بالقاهره مع حبيبه قلبي حنان، كيفك حنون؟ تمام. اخيرا التقينا بالقاهره، شو عم تعملي اليوم خبرينا؟ ان شاء الله بدي تاخذ جائزه تشجيعيه والشرف لكم. وصلنا للمفاجاه الحلوه حنان الاموره، يسعد مساكي نورتي مصر. حنان بدي لك الف مبروك، تستلمك اليوم حتستلمي جائزه الميما، شو بتحبي تقولي بهالمناسبه؟ بدي نقول تشرفني انه مستلم هذه الجائزه في مصر، يعني بلد الفن والثقافه، ان شاء الله يا ربي كاين ان شاء الله جوائز اخرى يعني. لا كل جمهورك اللي صورت لك شو بتقولي له؟ حشوفك الجمعه بالملك ستار ولا لا؟ ما عرفتش ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شو في برمضان على السريع خبريني ان شاء الله تحضري شيء؟ في مسلسل عرفت عم بتصوري شيء؟ في اغاني ان شاء الله. ثانك يو جود لك لك الف مبروك. الله انا تارك نار وشر وخير، انا الحبيب. ان شاء الله يكون عند حسن بالكم، كان شرفكم غريب، ان شاء الله يا ربي الجائزه لكم انتم والعيد حبيب. مبروك. ثانك يو. يا هلا يا هلا يا هلا والله. والله وينك؟ وينك؟ ايش هذا؟